جزاكم الله خيرا. السائل حسن سعيد من الدمام الظهران يذكر في هذه الرسالة ويقول بأنه يعمل في مجمع تجاري مكون من محطة بنزين وبقالة وكابينة ويشتغل في الكابينة. يقول بجانبنا مسجد صغير ولا يصلون صلاة التراويح فيه، وبعد صلاة العشاء يذهبون إلى أعمالهم. ماذا أفعل؟ هل أصلي بعد صلاة العشاء التراويح لوحدي؟ وهل من إرشاد علما بأن المسجد ليس له إمام مخصوص؟ نعم، إذا لم تجد جماعة تصلي معهم التراويح فإنك تصلي وحدك، تصلي التراويح وحدك تحصل على الأجر بإذن الله. وإذا كان حولك مسجد قريب صلى فيه صلاة التراويح فإنك تذهب وتصلي في المسجد مع الجماعة، وهذا أفضل من صلاتك التراويح وحدك.